حق مدينة الدار البيضاء وبالخصوص عصبة الدار البيضاء سطات باش تحتفل بالأبطال ديالها اللي حققوا ألقاب إما دولية ولا قارية ولا وطنية. ويكفي أنه هناك مجموعة الأبطال اللي حققوا نتائج كبيرة، وتنعرفوا بأن غير كمثال البطل هيثم اللي هو الآن يحتل الرتبة السابعة عالميا، فهذا فخر لجميع المغاربة والمدينة الدار البيضاء والعصبة والجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات اللي حقق الألقاب اللي حققهم جميع الأبطال ديال الدراجة المغربية. وأن الجامعة الملكية حقيقة انخرطت في واحد المسار اللي مهم جدا هو المفهوم الملكي الرياضي. سيدنا الله ينصرو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عطى للرياضة واحد القيمة كبيرة وعطاها واحد المكانة عظيمة، بحيث أن يكفينا من بداية من الرسالة الملكية اللي توجهت لنا جميعا كمسؤولين كجامعات كلجنة وطنية أولمبية كصحافة كل شيء الأطراف المشاركة. كذلك أنه بعد تنشوفوا على أن صاحب الجلالة عمل على دسترة الحق الرياضي، ولات الآن الرياضة حق دستوري لجميع المغاربة بمقتضى مجموعة الفصول المتواجدة في الدستور، وهذا شيء جميل جدا. وبالتالي كان اهتمام مولوي كبير، احنا فخورين على أن شي بطل ولا شي فريق تيربح ولا تاخذ شي لقب الا وصاحب الجلاله اما تيتكلم معه مباشره بالهاتف ولا تيستقبلهم ولا تيصيفط لهم رسائل وكل شيء، وهذا كله تزيد يقوي الحضور الملكي والمفهوم الرياضي كما قلت باش الابطال كلهم. لذلك الدراجه المغربيه حتى هي غاده في هذه المنحه، غاده في هذه التطلعات صاحب الجلاله. يكفينا فخرا على اننا سميتنا الجامعه الملكيه، إذا خصنا نكونوا مستوى هذا الاسم، وبالتالي الأبطال ديالنا حققوا أبطال. أنا فخور جدا على أن الألعاب العربية مشينا فريق واحد، وأخيرا وخدينا رتب مهمة، خدينا ثلاثة ديال السباقات، خدينا ثلاثة ديال الميداليات، جوج ذهبية وحدة فضية، وبالتالي هذا تينم على أن الحمد لله الدراجة المغربية غدا من حسن إلى أحسن. الركود كان قبل من 2008، ولكن من الآن الدرجة المغربية هي غدا واحد التصاعد، احنا محتلين الرتبة 26 عالميا، ممتاز جدا ورتب جد متقدمة، محتلين الرتبة الثالثة إفريقيا، اللي سابقنا هي إريتريا وجنوب إفريقيا، ويمكن نهبطوا ل 25 أو 24، وهذا ترتيب مهم جدا بالنسبة للدراجة الوطنية، علما بأننا احنا ماشي محترفين، احنا باقين في الهوات، باقين ماشي بحال هذوك الدول اللي سابقنا كلها 25، هما محترفين وحنا هوات. وبالتالي لولا هذه الرعاية والدعم الملكي السامي اللي حقق تتجلى بمجموعة الأوراش، وأولا اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وكذلك الوزارة ديال التعليم الأولي والتكوين والرياضة اللي مساندانا ومساهمة معنا وغدا معنا، السادة العمال الولاة الدرك الملكي الأمن الوطني الوقاية المدنية القوات المساعدة، كل شيء هاد الناس هادو الولاة السادة العمال اللي حققت نعتبر أنهم حقا من خارطين معنا واحد الخراط قوي، لأن الدراجة ماشي سهلة، هي دراجة صعيبة الممارسة ديالها، ولكن كاين واحد الانخراط قوي ديال جميع هاد الفعاليات اللي كلهم كما تنعاود نأكدها من خارطين في المفهوم الملكي الرياضي اللي جعل من ورش الرياضة ورشا من أوراش الكبرى. فعلا هذا مازال واحد الثقافة اللي بعد السائقين كاين واحد النوع ديال التهور اللي ما تيحترموش الدراجات لا النارية ولا العادية، وبالتالي مازال هذه الثقافة أنه ما ترسخاتش واحد الترسيخ كافي، ونداء ليا باش يحافظوا على هذا أولا قانون السير، لأن دائما خصهم يحميوا مدى الفصول واضحة في قانون السير على أن الجانب الأيمن ديالك خصك دائما تحترمه باش دير واحد التجاوز، خص يكون تجاوز غير معيب ما يكونش خطير ويكون بالنسبة لي للسلامة. لذلك احنا الدراجة المغربية هي صعيبة عندنا كما قلت لا التدريب ديالها ولا كل شيء، وتنحاولوا نديروا الاحتياطات اللازمة
باش ان شاء الله باش الابطال ديالنا تكون عندهم واحد الحمايه في الطرقات اللي كانت تحصد ارواح بشريه بريئه.